نحن ينبغي علينا أن نهتم بشهر محرم وبعزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر أكثر فأكثر. نحن المؤمنين جميعا وبلا استثناء دخلنا الآن في معركة تحد حضاري كبير، وجوهر هذا التحدي الحضاري أن نحفظ هويتنا أو نفقد هويتنا. التجريد من الهوية معناه أن هذا الفرد، أن هذا الشاب، أن هذه الفتاة تنفصل نفسيا وفكريا وروحيا عن تاريخها، عن قادتها، عن مثلها، عن رموزها. أمة بلا تاريخ مثل فرد بدون ذاكرة. الآن أكو جهات تحاول أن تفصلنا عن تاريخنا. إحنا يجب أن نربط أجيالنا بتاريخنا. من العوامل المهمة لذلك قضية عاشوراء والارتباط بعاشوراء. إحنا الحمد لله في قضية كربلاء نملك نماذج مشرقة عظيمة. عندنا نموذج الشباب علي الأكبر، عندنا نموذج الشيوخ حبيب بن مظاهر، عندنا نموذج الأخت المجاهدة زينب الكبرى صلوات الله عليها، عندنا نموذج الأخ الوفي أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، وهكذا من هذه النماذج. هنالك عوامل تدعونا لهذا الاهتمام. العامل الأول الاهتمام بقضايا سيد الشهداء يحفظ لنا هويتنا. العامل الثاني أن الاهتمام بقضية عاشوراء وبقضية سيد الشهداء صلوات الله عليه سبب لنجاتنا بإذن الله في الدنيا والآخرة.